درس الفاعل وتكلمنا عنه في عدة أمور ونقاط، ووصلنا إلى ذكر شروط الحال أو شروط الاسم الذي يجوز أن يقع حالا، ووصلنا إلى شرط آخر من هذه الشروط، هو الشرط الرابع من شروط الحال، أن تكون عين صاحبها في المعنى، أن تكون عين صاحبها بمعنى أن تتحد الحال وصاحبها، كلاهما ينطبق على الآخر، يكونان ذاتا أو يكونان ذاتا واحدة. وبمثال بسيط أقول، لو قلنا جاء زيد ضاحكا، نقول عن ضاحكا حال من زيد، وضاحكا هذا الاسم أو هذه الصفة تنطبق تماما على زيد، فزيد هو الضاحك والضاحك هو زيد، ليس أحدهما مغايرا أو مخالفا للآخر، كلاهما ينطبقان على ذات واحدة. نحو جاء خالد ضاحكا، انتبه، خالد وضاحكا كلاهما ذات واحدة وليس ذاتين مثلا، فالضاحك هو خالد نفسه. ولكن إذا قلت في مثال آخر انطلق علي جريا، انطلق علي جريا، هل يصح أن نعرب جريا حال؟ هل جريا هنا تنطبق علي؟ هل علي هو الجري والجري هو علي؟ فالجري ليس عليا نفسه، الجري ليس عليا نفسه، وإنما هو حدثه الذي قام به. إذن الجري حدث علي أو فعل علي أو عمل علي وليس عليا نفسه، فلهذا فالجري هنا المنصوبة تعرب مفعولا مطلقا، مفعولا مطلقا، كأنه قلنا انطلق علي انطلاقا جريا أو ما شابه، فتعرب مفعولا مطلقا ولا تعرب حالا. لماذا؟ لأن الجري كما ذكرنا ليس هو ذات علي ولكنه مخالف له، لأنه حدث علي أو عمله الذي قام به. ننتقل الآن إلى أمر آخر في درس الحال، وهو صاحب الحال. وبداية نعرف صاحب الحال أو نعرفه من خلال هذا المثال البسيط. عندما نقول أيضا جاء زيد ضاحكا أو مبتسما، نقول عن المبتسم مثلا حال، من صاحبها؟ صاحبها هو زيد هنا. لما قلنا إنه صاحبها؟ لأنه الذي اتصف بها وقت حدوث الفعل. إذن صاحب الحال هو الاسم الذي اتصف بالحال وقت حدوث الفعل، هذا هو صاحب الحال. ولذلك انتبهوا، نقول في الإعراب في الدقيق عندما نعرب الحال مثلا جاء زيد ضاحكا، نقول ضاحكا حال من زيد، هكذا تعرب، حال من زيد. واضح أن معنى حال من زيد أن هذه الحال إحدى أحوال أو إحدى صفات زيد، حال من زيد منصوب على منتصبها مثلا الفتحة الظاهرة. النقطة الأولى، من صاحب الحال؟ من صاحب الحال؟ عرفنا فيما مضى أن الجملة تتكون من مسند ومسند إليه، يقال عن المسند والمسند إليه في المبتدأ والخبر، مثلا زيد كريم، نقول زيد مسند إليه وكريم مسند، كريم أسندناه إلى زيد، نسبناه إليه، فنقول عن زيد مسند إليه أي أسندنا إليه أو نسبنا إليه إحدى الصفات أو إحدى المعاني. والمعنى الذي في الخبر مثلا كريم أو شهم أو شجاع هو المسند أي الذي نسبناه إلى المبتدأ. وكذلك في الجملة الفعلية، جاء خالد، ماذا فعلنا؟ نسبنا المجيء إلى خالد، فنقول عن خالد هنا الفاعل مسند إليه، لأننا أسندنا إليه أو نسبنا إليه وصفا من الأوصاف وهو المجيء. إذن الجملة الاسمية والفعلية تتكون من مسند ومسند إليه، هما ركناها، وعرفنا فيما مضى كثيرا معنى الركنية فيهما، ويجوز أن ينضم إليهما غيرهما. إذن لدينا ركنان في الاسمية والفعلية، هما ركنا الجملة، هما أساسيان أصلان لا يمكن الاستغناء عن أحدهما أو حذف أحدهما من دون دليل، لكن ما عداهما من المفاعيل مثلا والجار والمجرور ومن غيرها من المصطلحات النحوية، انتبه،
يعبر النحاة عن الذي ليس ركنا للجملة بالفضلة. إذن الفضلة هي كل كلمة لم تكن ركنا من أركان الجملة، كل كلمة، الجار المجرور، المفعول به، المفعول المطلق، المفعول معه، المفعول من أجله، المفعول فيه، المفعيل كلها، الحال، التمييز، نعم، التوابع، نعت والبدل وال يعني التوكيد، وهذه كلها تسمى فضلات. ما معنى فضلات هنا؟ أي أنها كلمات تزيد على أصل الجملة، أو أنها ليست أصلا في الجملة. وذكرنا فيما سبق معنى أن الأصلية ومعنى غير الأصلية. قلنا الأصل ما لا يجوز الاستغناء عنه أو حذفه أو لا تقوم الجملة إلا به، والفضل هو ما يمكن أن يستغنى عنه أو ما يمكن أن تقوم الجملة من دونه. إذن يعبر النحاة عن الذي ليس ركنا للجملة بالفضل. والركنان الأساسيان هما المبتدأ والخبر في الجملة الإسمية، والفعل والفاعل في الجملة الفعلية. أما الفضلات أي الكلمات أو المصطلحات أو الأسماء الزائدة على الأركان، فتشمل مثلا المفاعيل الخمسة التي عددتها قبل قليل، والحال والتمييز وغيرها مما ليس بفعل وفاعل، أي لا تدخل في الركن، ليست فعلا ولا فاعلا، أي ليست ركنا في الجملة الفعلية مثلا، ولا مبتدأ ولا وليست بمبتدأ ولا خبر، أي ليست من أركان الجملة الإسمية. فأي مكون من مكونات الجملة يصلح أن يكون صاحبا للحال؟ ما المكونات أو ما الألفاظ أو ما الكلمات التي يصلح أن تكون صاحبا للحال؟ أولا الفاعل، يجوز في الفاعل أن يكون صاحبا للحال، يصلح أن يكون صاحبا للحال متى ما بينت هيئته. إذا جاءت الحال فبينت هيئة الفاعل صار الفاعل صاحبا لهذه الحال. نحو رجع الغائب سالما، لديك الجملة الفعلية الآن من فعل ماضي رجع والفاعل الغائب، وسالما حال، حال من من؟ حال من الغائب. ما إعراب الغائب في هذه الجملة؟ فاعل. إذن سالما حال من الفاعل. سارت السيارة مسرعة، كذلك فعل وفاعل، وهذه حال، مسرعة حال من السيارة، وكذلك السيارة وقعت هنا فاعلا. جاء علي ضاحكا، نفس الأمر، فاعل ضاحكا حال من علي الفاعل. استيقظ خالد نشيطا، كذلك نشيطا حال من الفاعل خالد. أيضا قد يكون صاحب الحال نائب الفاعل، نائب الفاعل. نحو تؤكل الفاكهة ناضجة، لدينا جملة مبدوءة بفعل مبني للمجهول، تؤكل ضم الأول وفتح ما قبل الآخر في الفعل المضارع، فعل المبني للمجهول يحتاج إلى ماذا؟ إلى نائب فاعل. الاسم الواء المرفوع بعده يعرب نائبا للفاعل، الفاكهة نائب فاعل. ناضجة جاءت حالا من من؟ من الفاكهة. إذا ناضجة حال من الفاكهة، والفاكهة أعربناها نائب فاعل. ضرب الولد مذنبا، كذلك جملة فعلية ابتدأت بفعل ماض مبني للمجهول، مضموم الأول ومكسور ما قبل الآخر، والولد هنا نائب فاعل للفعل مبني للمجهول. ومذنبا حال من الولد، حال من الولد الذي أعربناه أنه نائب فاعل، إذن حال من نائب الفاعل. كذلك في هذا المثال كوفئ الطالب مجتهدا، جملة فعلية ابتدأت بالفعل الماضي المبني للمجهول، ضم الأول وكسر ما قبل الآخر، والطالب بعدها الاسم المرفوع نائب فاعل، ومجتهدا جاءت حالا من نائب الفاعل. الثالث الذي يصلح أن يكون صاحبا للحال المفعول الصريح. المفعول الصريح وهو المنصوب على المفعولية، منصوب على أنه مفعول به. نحو ضربت الغلام مذنبا، لدي جملة فعلية ابتدأت بالفعل ضرب، فعل ماض، والتاء تاء الفاعل في محرف فاعل، والغلام هنا مفعول به، ومذنبا حال من الغلام. مذنبا حال منصوبة، صاحبها من؟ الغلام الذي عربناه مفعولا به. كافأت الطالب مجتهدا، كذلك جملة فعلية مكونة من الفعل كافأ والتاء تاء الفاعل في محرف فاعل، والطالب مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة، ومجتهدا حال منصوبة وصاحبها هو الطالب الذي عربناه مفعولا به. أكلت الفاكهة ناضجة، كذلك الجملة الفعلية مكونة من الفعل والفاعل، والفاكهة مفعول به، وناضجة
حال من المفعول به الذي عربناه مفعولا به منذ قليل، وكذلك المفعول غير الصريح وهو المجرور بالحرف وبالإضافة. إذن لدينا مفعول به صريح وهو ما انتصب على المفعولية، نصب على أنه مفعول به، ولدينا مفعول غير صريح بمعنى أنه مفعول في المعنى وليس في اللفظ، نعم، المجرور بالحرف أو بالإضافة، نحو مررت بخالد جالسا. الآن لدي، انتبه، لدي الجملة الفعلية مكونة من مرة فعل الماضي ومن التاء ضمير متصل في محل رفع فاعل، ولدي بخالد الباء حرف جر، وخالد اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة. أنبه هنا، الباء هنا ليست حرفا حرف جر زائدا، ليست حرف جر زائدا، بل هي حرف أصلي. معنى ذلك أننا لا نستطيع أن نحذف الباء. لكن لو تدبرنا في خالد من حيث المعنى لا من حيث الإعراب، المرور وقع على من وتعلق بمن؟ المرور واقع على خالد أو متعلق بخالد، فخالد من حيث المعنى مفعول به من حيث المعنى وليس من حيث الإعراب. من حيث الإعراب هو اسم مجرور بحرف الجر وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. أما من المعنى فأنت ترى وتعلم أن المرور تعلق بخالد أو وقع على خالد، فخالد في الأصل أو في المعنى مفعول به، فهذا ما أسميناه مفعولا به غير صريح، مفعولا به غير صريح، عكس المفعول الصريح الذي يأتي منصوبا على أنه مفعول به كما مر في الأمثلة السابقة. أما هذا فهو مفعول به في المعنى لا في اللفظ. جالسا جاءت حال، جاءت حالا من من؟ من خالد، جاءت حالا من خالد الذي قلنا إنه في المعنى مفعول به، فصاحبها خالد الذي هو مفعول به ماذا؟ غير صريح، بمعنى أنه في الأصل أو في المعنى مفعول به. أيضا يأتي صاحب الحال المبتدأ، نحو أنت مجتهدا صديقي. أنت ضمير منفصل في محل رفع مبتدأ، مجتهدا حال من الضمير المنفصل أنت منصوب على النصب الفتحة الظاهرة، وصديق خبر للمبتدأ مرفوع بضم مقدرة منع من ظهور اشتغال المحل بالحركة المناسبة للياء كما ذكرناها من قبل، وصديق مضاف والياء ضمير متصل في محل جر مضاف إليه. الملاحظ هنا أن الحال مجتهدا جاءت حال من من؟ أو من صاحبها؟ صاحبها الضمير المنفصل الذي أعربناه مبتدأ، أي أنت حالة كونك. تفسير الحال هنا معنى أنت مجتهدا صديقي معناها أنت حالة كونك مجتهدا صديق، وتعرب هكذا، وإعراب هذه الجملة على هذا النسق. أنت مبتدأ، ولو فصلنا لقلنا ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ، مجتهدا حال من المبتدأ، ولو أكملنا لقلنا منصوب على منصب الفتحة الظاهرة، صديقي كما أعربتها لكم منذ قليل، خبر مرفوع لم ترفع الضمة المقدرة على ما قبل الياء المتكلم منع من ظهور الكسر أو اشتغال المحل بالكسر العارض بسبب الياء الذي قلنا إنه هو اشتغال المحل بالكسرة العارضة التي سببها وجود ياء المتكلم والياء مضاف إليه، صديق مضاف والياء مضاف إليه. أيضا يكون صاحب الحال الخبر، نحو هذا أبوك مقبلا. هذا هنا، هذه الجملة الاسمية مبدوعة باسم الإشارة، هذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، وأبو خبر مرفوع بالواو على رفع الواو نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الخمسة، وهو مضاف والكاف ضمير متصل في محل جر مضاف إليه. مقبلا حال منصوبة من من؟ حال من أبو الذي أعربناه خبرا. مقبلا حال، من صاحب مقبلا؟ تقول أبو الذي أعربناه خبرا، مقبلا حال من أبوك. وإذا كان واحدا مما تقدم، إذا كان يعني واحدا من أصحاب الحال الذين تقدموا في الجمل السابقة، إذا كان مضافا أو مضافا إليه، هذا الاسم صاحب الحال إذا وقع مضافا أو مضافا إليه، فإن المضاف يصح أن يكون صاحبا للحال. إذن لدينا المضاف والمضاف إليه، أيهما يكون صاحبا للحال على إطلاق وأيهما يكون بشروط؟ فالمضاف يكون صاحبا للحال، نحو
دخل مدرس النحو ضاحكا. الجملة الفعلية الآن معي مكونة من الفعل الماضي دخل ومدرس فاعلها مرفوع عن طرف الضمة الظاهرة ومدرس مضاف والنحو مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة. ضاحكا حال من من؟ من صاحبها؟ صاحبها مدرس. الذي وقع هنا مضافا، وقع مضافا، هو في الأصل فاعل، عربنا فاعل، ثم قلنا إنه بالنسبة للكلمة التي قبله فالمضاف، أنبه المضاف بالذات له وجهان، له وجهان. الوجه الأول هو علاقته بما قبله، والوجه الثاني علاقته بالكلمة التي بعده، هذا المضاف. فالمضاف من حيث إعرابه في لفظه يتعلق بالكلمة التي قبله، فأعربناه فاعلا مرفوعا بضمة ظاهرة. وأما علاقته بما بعده فهو مضاف، وما بعده مضاف إليه مجرور بكسرة الظاهرة. شربت عصير العنب طازجا، شربت فعل وفاعل، وعصير مفعول به وهو مضاف، وعصير قلنا مفعول به بالنسبة للفعل الذي قبله، شرب نصب مفعولا به هو كلمة عصير، فعصير بالنسبة لما قبلها مفعول به، بالنسبة لما بعدها نقول وهو مضاف، والعنب مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة. طازجا جاءت حالا من ماذا؟ حال من عصير، حال من عصير التي هي مضاف. أما المضاف إليه يختلف حكم المضاف إليه عن المضاف. المضاف يكون حالا مطلقا، أما المضاف إليه فإنه لا يصلح أن يكون صاحبا للحال إلا بشرطين. إذن لا يجوز في المضاف إليه، ليس في المضاف، في المضاف إليه لا يجوز أن يكون صاحبا للحال إلا بشرطين. الشرط الأول أن يكون المضاف مصدرا أو وصفا مضافين إلى فاعلهما أو نائب أو نائب فاعلهما أو مفعولهما. سننظر المثال ونفهم هذا الكلام. أن يكون المضاف إما مصدر، وأظن تكلمنا وفهمنا معنى المصدر. المصدر هو الكلمة التي اشتققنا منها الفعل الماضي والمضارع والأمر واسم الفاعل واسم المفعول إلى آخره. ومثالها البسيط، مثلا لدي الفعل ضرب، ما مصدره؟ مصدره تقول ضرب، ضرب إذن مصدر، تحتها المشتقات ضرب، يضرب، يضرب، ضارب، مضروب، مضرب إلى آخره من المشتقات. هذا معنى المصدر، مصدر الفعل أو الوصف. والوصف عادة يطلق على المشتقات أو على أغلب المشتقات، وعلى رأسها اسم الفاعل واسم المفعول. هذه من الكلمات التي يقال عنها أوصاف أو وصف. نعم، الفاعل أو نائب الفاعل معروف لدينا، أو المفعول. ونعني بالمصدر، زيادة في التوضيح، مصدر الفعل. نعم، ووضحنا هذا الآن، نفهم مهم هذه المصطلحات مهمة جدا في دراستنا لهذه المادة. مصدر الفعل كالذهب، الذهب مصدر، مثلا ما فعله؟ فعله ذهب. والكتابة مصدر، ما فعلها؟ كتب، يكتب كتابة. والخروج مصدر، ما فعله؟ خرج، يخرج مثلا. والدخول كذلك مصدر لمن؟ للفعل، مثلا دخل ويدخل وأدخل وغيره من المشتقات. ونعني بالوصف كما ذكرنا الآن، عندما تسمع الوصف هكذا في الغالب يطلق على اسم الفاعل واسم المفعول وصيغ المبالغة وغيرها كاسم التفضيل وغيره من المشتقات. من أمثلة المصدر المضاف إلى فاعله: سرني قدومك سالما. انتبه الآن في هذه الجملة، لأن هذه الإضافات قد تكون جديدة على الطالب. ما معنى إضافة المصدر مضاف إلى فاعله؟ سر فعل ماضي والنون الوقاية والياء ضمير متصل في محل نصب مفعول به. قدوم هذا فاعل للفعل سر، قدوم فاعل للفعل سر. وقدوم كما قلنا مضاف، مضاف أعربناه بالنسبة لما قبله فاعل، وبالنسبة لما بعده قدومك مضاف، قدوم مضاف، والكاف ضمير متصل في محل جر مضاف إليه. الذي نريد أن نفهمه الآن، قدوم مصدر أم هي مشتق من المشتقات؟ القدوم مصدر، مصدر للفعل قدم، يقدم، قادم إلى آخر المشتقات. إذن قدوم مصدر. هذا المصدر أضيف للكاف من حيث المعنى، من حيث المعنى لكي نفهم إضافة المصدر إلى فاعله. القدوم واقع من من؟ قدومك، واقع من صاحب الكاف أو من الكاف. القدوم واقع من الكاف أو من صاحبها. إذن هذا الحدث أو هذا المصدر الكاف بالنسبة له فاعل في المعنى وليس في الإعراب،
قدومك أي القدوم الذي أحدثته أنت. عندما أخاطب إنسان وأقول له سرني قدومك سالما، قدوم هنا مصدر من حيث معناها أو من حيث صيغتها، من حيث صيغتها هي مصدر قدوم. أضفناها لمن؟ للكاف. ما علاقة القدوم بالكاف؟ القدوم هنا حدث وقع من منك أنت الذي عبرنا عنك بالكاف. إذن القدوم هو حدث لمن؟ للكاف. وبالمعنى الكاف أو صاحب الكاف هو فاعل لهذا القدوم، هو فاعل لهذا القدوم. فلذلك قلنا إضافة المصدر إلى فاعله، ليس في الإعراب، انتبه وأكرر، إنما من حيث المعنى أن القدوم هنا أضيف إلى فاعله، لأن الذي فعل القدوم هو المخاطب الذي عبرنا عنه هنا بالضمير المتصل الكاف. هذا معنى إضافة المصدر إلى فاعله، هذه الإضافة قلنا من حيث المعنى. في الإعراب قلنا قدوم مضاف والكاف ضمير متصل في محل جر مضاف إليه، هذا في الإعراب. لكن في معناه ما القدوم واقع من صاحب الكاف، فالكاف في الأصل فاعل في المعنى للقدوم، فهنا أضفنا المصدر إلى فاعله. طبعا سالما هنا ماذا؟ سالم حال، وصاحبها من؟ سالم صاحبها الكاف الذي أعربناه على أنه مضاف إليه أو ضمير متصل في محل جر مضاف إليه. إذن وقع الكاف هنا مضافا إليه، وجاء الحال من المضاف إليه. ما المجوز لمجيء الحال من المضاف إليه؟ أو ما المسوق لهذا هذه الصورة تقول السبب أو المسوق أو المجيز هنا لمجيء الحال من المضاف إليه؟ أن المصدر قبلها قد أضيف إلى الكاف الذي هو في الأصل أو في المعنى فاعل له، فهذا من إضافة، تقول من إضافة المصدر إلى فاعله، وقد جاء الحال من المضاف إليه. سالما حال من الكاف، سالما حال، وصاحبها هو الكاف في كلمة قدومك، وهو كما ترى مضاف إلى المصدر، بمعنى أن المصدر مضاف إليه قدوم، وهو فاعل في المعنى. أي أين الفاعل؟ في المعنى هو الكاف، لأنه هو فاعل وهو صاحب القدوم، فاعل في المعنى. ولكننا لا نقول إنه فاعل، بمعنى لا نعرب الكاف في الإعراب اللفظي نقول إنه فاعل مثلا، لا نقول هذا، لكنه في المعنى وفي الفهم هو فاعل للقدوم. لا نقول إنه فاعل، ولكن نقول إنه مضاف إليه، هذا في الإعراب. في الإعراب نقول كاف مضمر متصل في محل جر مضاف إليه. فقدوم فعل، عفوا فعل وليست فاعلا، والكاف مضاف إليه، وسالما حال من الكاف. قدوم كما قلنا هو فاعل في الإعراب، عفوا قدوم فاعل في الإعراب، في الإعراب أعربناها فاعلا، هذا في الإعراب اللفظي. والكاف أعربناها مضافا إليه، وسالما أعربناها حالا من ماذا؟ من الكاف الذي هو مضاف إليه. ومن أمثلة الوصف المضاف إلى فاعله، إذن انتهينا من مصدر مضاف إلى فاعله، كذلك لدي وصف مضاف إلى فاعله، وذكرنا أن الوصف من أمثلته ومن أشهر أمثلته اسم الفاعل واسم المفعول وصيغ المبالغة وغيره من المشتقات. أنت حسن الفرس مسرجا، أنت حسن الفرس مسرجا، جملة اسمية مبدوعة بضمير منفصل أنت في محل رفع مبتدأ، حسن خبر الضمير المنفصل مرفوع رفع الضمة الظاهرة، وحسن مضاف، والفرس مضاف إليه مجرور بالكسرة، ومسرجا حال من من؟ من الفرس. الفرس وقع هنا عربناه ماذا؟ مضافا إليه. ما الذي جوز مجيء الحال من المضاف إليه؟ الذي أوجب السؤال هنا قلنا إن المضاف إليه لا يكون، المضاف إليه لا يكون صاحب الحال إلا بشرط وليس على الإطلاق. إذن هنا نحتاج أن نسأل ما الذي جوز وسوغ مجيء الحال من المضاف إليه؟ تقول لأن حسن هنا صفة مشبهة، صفة مشبهة وهي من الأوصاف من المشتقات. الصفة المشبهة أضيفت إلى فاعلها. لماذا أضيفت إلى فاعلها؟ الفرس في الأصل وفي المعنى هو الذي نسب إليه ماذا؟ الحسن،
هو الذي أنت حسن الفرس، بمعنى كأنه يقول له أنت فرسك حسن، حسن أو حسنة. إذن الوصف هنا صاحبه الفرس، فالفرس في المعنى فاعل للوصف، أو هو الذي يطلق عليه أو ينسب إليه هذا الوصف الذي هو كلمة حسن الفرس. حسن صفة مشبهة مضافة إلى فاعلها، فاعلها من؟ الفرس، لأن الفرس قلنا هو الذي ينسب إليه الحسن، مضافة إلى فاعلها وهو الفرس، ومسرجا هنا حال من الفرس الذي أعربناه مضافا إليه. والوصف المضاف إلى نائب فاعله، قد يضاف الوصف إلى نائب فاعله، هنا أضيف الوصف إلى فاعله، وقد يضاف الوصف إلى نائب فاعله، نحو خالد مغمض العين دامعة، جملة اسمية مبدوءة بالمبتدأ، خالد مبتدأ مرفوع على طرف الضمة الظاهرة، ومغمض خبر مرفوع على طرف الضمة الظاهرة وهو مضاف، والعين مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة، ودامعة حال من ماذا؟ حال من العين. طيب السؤال الآن، نحن عربنا العين أنها مضاف إليه، وجعلنا دامعة حالا من العين، ولدينا في أذهاننا وفي أفهامنا أن الحال لا تكون من المضاف إليه إلا بشرط. الشرط الذي معنا هو إضافة الوصف إلى فاعله كما تقدم، أو إضافة الوصف إلى نائب فاعله. متى يضاف الوصف إلى نائب فاعله؟ إذا كان الوصف اسم مفعول، إذا كان الوصف اسم مفعول يضاف إلى نائب فاعله، لما ذكرنا فيما فات أو فيما سبق أن اسم المفعول هو الذي يشتق أو يؤخذ من الفعل المبني المجهول. تقول مضروب اسم المفعول، ما فعله؟ لا تقول فعله ضرب، فعل المبني المعلوم، لا، إنما تقول فعله ضرب. لاحظت؟ اسم الفاعل يؤخذ من الفعل المبني للمعلوم، ضارب اسم فاعل، ما فعله؟ تقول ضرب بالبناء للمعلوم. مضروب اسم المفعول، ما فعله؟ فعله ضرب. إذن اسم المفعول يحتاج إلى نائب فاعل، واسم الفاعل يحتاج إلى فاعل. نعم، إذن المشتقات أغلبها تحتاج إلى فاعل، أما اسم المفعول فيحتاج إلى نائب فاعل، اسم المفعول لأنه أخذ من الفعل المبني المجهول. إذن مغمض العين، إذن العين هي التي نسبنا إليها الإغماض أنها مغمضة، إذن مغمض هنا أضيف إلى نائب فاعله، كأن لو قلنا في المثال الصريح أغمضت العين لكانت العين نائب فاعل، فاسم المفعول أضيف إلى نائب فاعله، لأن العين في الأصل نائب فاعل. لماذا؟ للمغمض، والتي هي نسبنا إليها كلمة مغمض، نسبنا إليها مغمض التي هي اسم المفعول، والتي هي تحتاج في الاستعمال العادي إلى نائب فاعل، ودامعة جاءت حالا من العين. مغمض اسم مفعول مضاف إلى نائب فاعله، دامعة حال من العين. والمصدر المضاف إلى مفعوله، إذن ذكرنا المصدر المضاف إلى فاعله، هنا المصدر المضاف إلى مفعوله، نحو يعجبني تأديب الغلام مذنبا. لاحظ الجملة، يعجب فعل المضارع والنون للوقاية والياء ضمير متصل في محل نصب مفعول به، تأديب هنا فاعل مرفوع بضم الظاهرة، فاعل من للفعل يعجب، فاعل تأديب، وتأديب مضاف، والغلام مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة، مذنبا حال من ماذا؟ حال من الغلام. طيب هذه الحال وقعت من المضاف إليه، هل يجوز هذه مجيء الحال من المضاف إليه؟ هل تحقق فيها الشرط؟ الشرط الذي نريده الآن هو إضافة المصدر إلى مفعوله. تأديب مصدر، ما علاقة تأديب بالغلام؟ هل التأديب واقع في المعنى، في المعنى في الأصل، هل التأديب واقع من الغلام أم واقع على الغلام؟ تأديب الغلام يقصد، يعجبني تأديب الغلام يقصد يعجبني التأديب الواقع على الغلام، التأديب الواقع على الغلام. إذن تأديب المصدر هنا أضيفت إلى مفعولها في المعنى، في المعنى وليس في الإعراب. في الإعراب لم نعرب الغلام مفعول به، وإنما أعربناه مضافا إليه، لكن من حيث المعنى التأديب واقع على الغلام، فهنا قلنا هذا التعبير من إضافة المصدر إلى مفعوله، المصدر مفعوله الغلام، لأن التأديب واقع على الغلام. إذن صح مجيء الحال من الغلام لأنه قد أضيف إليه المصدر وهو مفعول به في المعنى.
وتهذيبه صغيرا كذلك تأديب الغلام وتهذيبه صغيرا نفس العبارة نفس المعنى الذي ذكرناه تهذيبه أي التهذيب المضاف إلى الهاء ضمير الغلام والتهذيب واقع على الهاء فالهاء في المعنى كذلك مفعول به وصغيرا حال من الهاء الضمير المتصل تأديبه مصدر مضاف إلى مفعوله مذنبا حال من الغلام وكذا تهذيب وليس تعذيب تهذيب مضاف إلى الضمير من إضافة المصدر إلى مفعوله كذلك من إضافة المصدر إلى مفعوله وصغيرا حال من الضمير والوصف المضاف إلى مفعوله ذكرنا الوصف المضاف إلى فاعله معنا الآن الوصف المضاف إلى مفعوله نحو أنت مسهل الأمر صعبا مسهل اسم فاعل واسم الفاعل كما نعلم قد يرفع الفاعل وقد ينصب المفعول به في الأصل في المعنى أنت مسهل الأمر أنت ضمير منفصل في محل رفع مبتدا ومسهل خبر مرفوع بالضم الظاهرة وهو مضاف والأمر مضاف إليه وصعبا حال من الأمر الأمر أعربناه مضافا إليه هل يصح أن يجوز أن يكون صاحب الحال قلنا هنا الذي جوزه أننا أضفنا الوصف الذي هو اسم الفاعل مسهل أضفناه إلى مفعوله في المعنى التسهيل واقع من الأمر أم واقع على الأمر؟ أنت مسهل الأمر أي أنت الذي سهلت الأمر إذن كلمة مسهل اسم الفاعل واقع على الأمر فالأمر في المعنى مفعول به فهو من إضافة اسم الفاعل إلى مفعوله وخالد سار الليل مظلما أي يسير في الليل أو يتحرك في الليل مظلما مظلما حال من الليل والليل مضاف إليه ساري طبعا خالد المبتدأ وساري خبر وهي مضاف والليل مضاف إليه ومظلما حال من المضاف إليه وساري الليل معناها سار في الليل سار في الليل فالليل من حيث المعنى مفعول به لساري من حيث المعنى مسهل الوصف وصف اسم فاعل اسم الفاعل يقال له الوصف مضاف إلى مفعوله كما ذكرناه الأمر صعبا حال من الأمر حال من ماذا؟ من الأمر ساري كذلك اسم فاعل ساري اسم فاعل مضاف إلى مفعوله وهو الليل ومظلما حال من الليل الذي عربناه على أنه مضاف إليه هذه صور وأشكال أو شروط وقوع الحال من المضاف إليه ولها